على سلامتك. انا فرحانه بزاف بزاف بهذا الاستقبال، يعني هذا استقبال حفزني معنويا بلي نزيد نخدم نحدى المليح حتى ل 2024 وان شاء الله نعاودها. والله اجواء عرس رهيب، عرس ما شاء الله عليه، يعني جد فرحانه بولايتي وجد فرحانه بالناس اللي فرحوا معنا واللي بكاو معنا ومام طون. ان شاء الله مستقبلا مزيد من النجاحات وترفع الرايه الجزائريه في المحافل الدوليه.